من بلد المليون شهيد من الجزائر جاء ليقول كلمته لكل من هم في الحكم. الطالب في العلوم السياسية كمال بوعافية، فلنستمع إلى رسالته. تفضل كمال. أرادوا إخراصي بمنعي من السفر، لكن تشبثي بموقفي وقضيتي جعلني أذلل كل الصعاب، وها أنا هنا اليوم بينكم لأقول كلمتي لكل من في الحكم. أيا حكام العرب، ألم يئن لكم أن تطمئن قلوبكم للوحدة العربية وترك روايات التآمر الصهيونية والأمريكية؟ ارموا مشاجب الأعذار التي نصبتموها لنا، فلم تعد الذرائع صالحة لتعلق عليها فرقتنا ودمار أمتنا. حري بكم، حري بكم الانكفاء والحياء بعدما قلبتم آبار ثرواتنا مآذن لكم، ووقفتم فوقها تنادون حي على الفساد، حي على الخيانة. ذاك ما لم يفعله نظراؤكم في أوروبا حينما استطاعوا تحقيق الوحدة الأوروبية رغم كل ما عانوه من حروب وأزمات فيما بينهم، إلا أنهم اهتدوا إلى بناء قاعدة ثقة بينهم أساسها التعاون لا الحرب. أما أنتم يا حكام العرب، فهمكم الوحيد هو كيفية الحفاظ على كراسيكم الخشبية، ولو كان ذلك على حساب دماء شعوبكم. ماذا بقي لكم لتفعلوه؟ ماذا بقي لكم لتفعلوه بعد كل هذا؟ ماذا بقي لكم لتفعلوه؟ دمرتم وحدتنا وعقولنا وأوطاننا، خنتم القضية، خنتم القضية الفلسطينية، ولا حاكم عربي اتخذ موقفا ضد هذا الكيان المغتصب. ماذا بقي لكم لتفعلوه؟ أو لأنكم تعلمون ما ذكرت تعيقون تيار الوحدة خوف أن يجرفكم؟ أم لأنكم لا تعلمون أخذتم شعوبكم بجهلكم إلى الهاوية؟ كلا كلا، سيبقى حلم الوحدة العربية قائما، وسنرفعه نحن أبناء هذه الشعوب التي ضحت ولا زالت تضحي بدماء شهدائها في سبيل الحرية في جزائر الشهداء، في تونس الخضراء، في ليبيا، في مصر، في سوريا النضال، في العراق الوفي، وفي فلسطين الأبية، في كل بلاد العرب سنرفعه. سنرفع شعار الوحدة في كل بلاد العرب رغما عنكم، سنرفعه. شكرا. إذن كمال بوعافية من الجزائر، يعطيك العافية.